الفلسطيني وخصوصا في غزة يتعرض لإبادة جماعية. كل دقيقة تمر يسقط مئات الشهداء وآلاف الجرحى. الشعب الفلسطيني يتعرض إلى إبادة جماعية تحت سمع وبصر وتشجيع وضوء أخضر من الإدارة الأمريكية ومن يدعو الدفاع عن حقوق الإنسان. أعطوا إسرائيل، الحكومة الفاشية المجرمة، أعطوها حق الدفاع عن النفس، وهذا فسروه على أنه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. لا يريد أن يروا فلسطيني واحد على الأرض الفلسطينية وأن يعيش بكرامة. يريد أن يحرم الشعب الفلسطيني من النضال من أجل حريته، من الدفاع عن وجوده. هذه الحكومة الفاشية، هناك من طرح على الفلسطينيين ثلاث خيارات. وزير إسرائيلي يقول أمام الفلسطيني ثلاث خيارات: إما الهجرة ونحن سنساعده بذلك، وإما أن يكون عبدا عندنا كما يقول بالتوراة كجويم، والخيار الثالث أن يقتلوا. هم ينفذوا في هذا البرنامج الآن. نحن نتطلع للعالم أن يتحرك على الفور لوقف هذه المجزرة البشعة، لوقف هذا العدوان. ما يجري على الشعب الفلسطيني لا يمكن قبوله في هذا الزمن وفي هذا القرن. نحن نرى الغرب يكيل بمكيالين، نرى في مكان يقول نحن ضد الاحتلال ويتخذ مئات الإجراءات العقوبية ضد دولة مثل روسيا، بينما يأتي عند إسرائيل ليقود وزير الدفاع الأمريكي شخصيا ويصور ذلك أنه بغرفة العمليات لقتل الأطفال الفلسطينيين. 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة، 50% منهم أطفال. أطفال يعني كل القنابل الأمريكية الذكية والغير ذكية والغبية، كل الطائرات الـ 35 والـ F-16 تقصف وتقتل أطفال. أكثر من 640 طفل حتى هذه اللحظة، وربما العدد أكيد يزداد. طلبوا من بعض البيوت إخلاءها وخرجوا السكان وقصفوهم بالطريق. 70 شهيد أمس في ضربة واحدة و150 جريح، قد يرتفع العدد إلى أكثر من 200 شهيد. هذه دناءة، وهذه ليست أخلاق حرب، هذه إبادة. وزير الدفاع، ما يسمى بوزير الدفاع الإسرائيلي، يقول أنني سأعاملهم كناس، كحيوانات على أشكال البشر. هذه عنصرية منقطعة النظير. على العالم أن يقف ويحاسب على هذا الكلام العنصري. نحن نشكر الجمعية المغربية التي دعت إلى هذه الوقفة، ونحن متأكدون وواثقون أن كل الشعب المغربي بكل أطيافه بكل أحزابه بكل مواطنيه هو يقف مع الشعب الفلسطيني. الشعب المغربي بحكومته بملكه يقف ضد ما يجري من مجزرة على الشعب الفلسطيني. نحن نشكركم ونحن بحاجة لكم، نحن بحاجة لصوتكم، لأن العالم ضلل الصورة وقدم صورة أن الفلسطيني مجرم يقتل الأطفال، وثبت بعد ساعات أن ذلك غير صحيح، وقال أنهم يغتصبوا النساء وثبت أن ذلك غير صحيح. ولكن للأسف هم أعطوا إسرائيل الضوء الأخضر، وهم قادوا الطائرات لارتكاب هذه المجازر ضد الشعب الفلسطيني. نحن نناشد أمتنا، ندرك أن الشعب المغربي معنا، نريد من أمتنا العربية، نريد من أمتنا الإسلامية، نريد من الأحرار في العالم أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني ضد هذه الأنظمة الغربية التي تكيل بمكيالين، والتي لا تراعي لا حقوق إنسان، وإنما تقف ذليلة خانعة لإرضاء هذا الاحتلال المجرم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.